بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمحاضرة اليوم رح نكمل إحنا ما تبقى على البنسلينز، ونبلش نحكي اليوم عن السفالو سبورنز. طبعا آخر موضوعين بالبنسلينز اللي هم السنسيتيفيتي أو الهايبر سنسيتيفيتي أو الأليرجي تو بنسلينز، وإحنا بنعرف إنه في بعض المرضى طبعا عددهم قليل، يعني المرضى اللي كانوا أليرجيك للبنسلين في السابق أكثر بكثير من المرضى اللي بكونوا أليرجيك للبنسلين nowadays. طبعا راح نشوف شو الأسباب، بس mainly الأليرجيك to بنسلين it is because يعني it's not because of penicillin themselves. بشكل عام it is because of the complex between penicillin and the fungal protein. في السابق كان احنا حكينا اول مركبات نزلت على الاسواق كانت عباره عن ناتشرال بنسلين جي وبنسلين في، متذكرين هذا الكلام؟ دكتور بس انا لما افصل البنسلين جي والبنسلين في from the fungi، وبنعرف احنا انه البنسلين شو مالهم، شو حكينا عن الرياكتيفيتي تبعتهم؟ they are chemically highly reactive بالضبط. فاذا ممكن البنسلين وهو جوا الفنجاي جزء منه يرتبط مع بروتين الفطر او الفنجل بروتين، لانه البروتين in general they are what nucleophilic، فراح يصير عندي complex between the protein and penicillin يعطيني اشي بنسميه هابتن. الهابتن بين قوسين antigenic، اوكي؟ فإذا the penicillin themselves they are not antigenic but once bounded to the protein or mainly the fungal protein they will form antigenic hapten. هذا الهابتن ممكن بعدين في بعض الكتب تحكي انه ممكن يعمل لي activation للبيتا سيلز، بس في بعض كتب اخرى بتحكي لك لا، الهابتن بده يرتبط على الالبومين وهذا الكومبلكس اللي راح يكون allergic. Anyway بدنا نتفق احنا على انه البنسلين themselves they are not antigenic. عشان هيك هاي الظاهرة كنا نشوفها في السابق، لانه المركبات اللي وصلت على الاسواق they are natural، يعني انا بكون فاصل البنسلين من الفنجاي وممكن البيوريفيكيشن تكنيكس في ذلك الوقت ما كان efficient ليعزل البنسلين البيور عن البنسلين اللي بكون ممكن يكون contaminated مع الهابتن. مفهوم شباب النقطة؟ طبعا nowadays the purification techniques أعلى، الرو ماتيريالز اللي أنا بدي أخذها من الأموكسيسيلين أو الأمبيسيلين اللي هم السيمي سينثيتيك ممكن نسميهم، احتمال كبير ما يحتوي على إيش؟ على الهابتن، وبالنهاية راح احصل على بيور بنسلين. بس احتياط، اي مريض بيحكي لك انا معي تحسس بنسلين يفضل ما نعطيه البنسلين، مع انه لو اخذ البنسلين احتمال كبير ما يكون allergic to بنسلين. دكتور أيوة. بس كيف الاشخاص بيعرفوا انه عندهم حساسيه بنسلين؟ بكون عامل يا اما بكون متعرض للبنسلين في وقت سابق وصاير عنده راشز وصاير عنده التحسس، يا اما ممكن واحد يعمل بنسلين تيست او سنسيتيفيتي تيست. عاده بعطوا الابره تحت الجلد لجرعه قليله من البنسلين بعطوها تحت الجلد، فبيبين انه بصير عنده ريدنس، بصير عنده اتشينج في المنطقه هاي بالضبط، فبتكون هاي دليل على انه المريض عنده تحسس بنسلين. تمام. طبعا في شغله مهمه بالنسبه للبنسلين الليرجي، انه في عندي شيء بنسميه كروس الليرجينيسيتي او كروس هايبر سنسيتيفيتي بين بنسلين اند سيفالوسبورين، اوكي؟ فلهذا السبب المريض اللي بيجي بيحكي لك انا عندي تحسس بنسلين يفضل ما اعطيه كمان ايش؟ سيفالوسبورين. سيفالوسبورين يعني just in case، يعني في للاحتياط ما بصير اعطيه سيفالوسبورين،
فإذا بنتقل لمرحلة الأمينوغلايكوسايدز الماكرولايدز الكينولونز بتكون أضمن في هيك حالة. مفهوم شباب؟ مفهوم دكتور. طيب طبعا أحيانا شو بصير عندي كمان مشكلة إنه المريض ممكن بأول ما يأخذ البنسلين هاي هذا الدوزج فورم المعين اللي أنا أو التريد نيم اللي أخذته ما تحسس من المريض. ليش؟ يمكن لأنه الرو ماتيريال نظيفة هايلي بيور فما كان في هابتن جواته. ممكن إذا أخذ تريد نيم أخرى مختلفة يكون هذاك الرو ماتيريال اللي تصنع منه هذا التريد نيم يكون إمبيور فبيحتوي على جزء من الهابتن والمريض يتحسس منه. فوارد جدا المريض من أول جرعة بنسلين أخذها أو من أول تريد نيم أخذ وما تحسس، بعدين أخذ بعديها بشهر بشهرين بسنة another trade name of penicillin وصار عنده تحسس. اوكي فهي الشغلات واردة، يعني ما تحط اللوم على حالك، بس هو كصيدلاني لازم أنا أسأل المريض هل أنت معك تحسس بنسلين؟ بحكي لك لا والله أنا أخذت البنسلين بشكل كبير وبالسابق وما في أي مشكلة، ساعتها أنت على المضمون تعطي البنسلين without any problem. تمام؟ بس بدنا نفهم شغلة إنه البنسلين themselves they are too small to be antigenic. إذن لازم يكونوا مربوطين مع البروتين. شغلة ثانية مهمة اللي هي في بعض الحالات البنسلين وخصوصا الأمينو بنسلين they can form a dimer. شو يعني dimer؟ شو يعني dimer؟ two molecules من الأمبسلين بيعملوا covalent bond مع بعضهم فبنسميه الأمبسلين dimer. طبعا ليش عملوا dimer مع بعض؟ لأنه الأمينو جروب شو مالها؟ عملة استاك الكربوني النيوكليوفيليك. فإذا هاي العملية فقط بتتم لمين؟ للأمينو بنسلين. هل الكاربنسلين ممكن يعمل دايمر؟ لا لا، لأنه هون الكاربوكسي it's not النيوكليوفيليك. فإذا لازم يكون في عندي النيوكليوفيليك جروب عشان يتكون عندي الدايمر. طيب ليش احنا بدنا نشرح الدايمرايزيشن اوف امبسلين؟ طبعا الدايمرايزيشن طلعوا هون بتعتمد على البي اتش. طبعا كل ما زادت البي اتش كل ما صارت فرصه الدايمرايزيشن اعلى، بس بتظل نسبه قليله. شو اهميه دراسه دايمر فورميشن او دايمرايزيشن؟ انه هذا الكومبلكس اللي تكون شو حجمه بالنسبة لحجم الأمبسلين؟ كتير بلك طبعاً. أكبر بلكير. فهنا ممكن تكون في عندي فرصة لأنه هذا المركب يرجع يكبر أكثر، يعني another أمبسلين يرتبط هون فبعطيني تريامر and so on. واضحة؟ فالمركب كل ما كبر حجمه كل ما صار أنتيجينيك أكبر بشكل أسرع، بس هي قليلة يعني بصراحة، لأنه هنا بتعتمد على البي اتش، بتعتمد على الكونسنتريشن اوف امبسلين، وبتعتمد قديش الامبسلين ظلوا فترة أطول بالدم، لأنه احنا بنعرف الامبسلين لما يوصل على الدم راح يتوزع، ولما يتوزع جزء منه راح يوصل للسايت اوف اكشن والبكتيريا بعدين يرتبط الترانسبيبتيديز. فإذا فرصة الدايمرايزيشن راح تكون أقل، حتى الاكسكريشن راح يقلل فرصه تكون الدايمرايزيشن او التريامر فورميشن اند سو اون. فاذا نرجع بنحكي الالرجي mainly because of what because of the هابتن فورميشن rather than the diamer formation. مفهوم شباب الالرجي
to ampicillin and to penicillin بشكل عام؟ مفهوم دكتور. الدوزج فور ما رح نرجع نشرح عنه لأنه حكينا عنه لما حكينا عن البروكين بنسلين والبنزيثين بنسلين، حكينا أنه هاي السولت they are lipophilic salts، فإذا duration of action تبعتهم عالية راح يتخزنوا في الليبد عشان هيك راح يصير عندهم sustained release. بينما إذا أنا بدي أعطي هاي الأدوية intravenous يفضل تكون على شكل بوتاسيوم أو صوديوم صوت. حكينا عن هذا الاشي. متذكرين هذا الكلام؟ طيب. آخر اشي نحكي عن السينرجيزم اللي ممكن يتكون between penicillins and other drugs. راح نحكي عن two examples only اللي هم synergism between penicillin and clavulanic acid والsynergistic effect of probenecid with penicillin. So if you remember, we were talking about the beta-lactamase and how this enzyme will destroy our penicillins. وشو الحل كان حكينا؟ مين بتذكر؟ بالكي جروب على الأسايل. بالضبط. نضيف بالكي جروب على الأسايل سايد تشين. طبعاً المشكلة في البالكي جروب على الأسايل سايد تشين، if you remember حكينا، لما أكبر الحجم هنا بصير مركب beta-lactamase. بس للأسف شو صار في الميثيسيلين؟ مين بتذكر؟ حكينا ما بنعطى أورالي صح؟ ماشي. لا أنا بحكي لك شو صار؟ رجعت البكتيريا ريزيستنت إيفن للبلكي ميثيسيلين، إنه صار في عندي ميوتيشن في البيتا لاكتاميز in which the active site of beta lactamase became larger، فإذا صار يتحمل حجم أكبر. طب شو الحل؟ إني أرجع أكبر الحجم بشكل أكبر، بس هنا الاحتمالية أدخل بمشكلة إيش؟ ممكن ما يدخل الترانسبيبتايديز بالضبط، إنه احتمال مركبي ما يدخل جوا الترانسبيبتايديز والبلكنس تأثر سلباً على الأكتيفيتي أوف ماي دراج. فإذا هذا الإشي ما كان بصراحة أوبشن أو فاردر modifications possible for producing beta-lactamase resistant penicillin. فالحل كان إني أعطي beta-lactamase inhibitor. أوكي. فالكلافيلانيك أسيد من ضمن مجموعة كبيرة من المركبات اللي بنسميها beta-lactamase inhibitors. نعطيهم مع البنسلين. They will protect the penicillin from being metabolized by the beta-lactamase. فمين اللي راح يرتبط بالبيتا-lactamase؟ كلافيولينيك أسيد. أوكي. الكلافيولينيك أسيد شو بنسميه؟ بنسميه سنتري درج. سنتري درج. شو يعني سنتري درج؟ يعني البادي جارد. I will administer with my drug the bodyguard for this drug ليحميه من الميتابولايزينج انزيمز. هذا الكونسبت بنسميه سنتري درج، مش بس استخدم في البنسلين مع الكلافيلانيك اسيد، في كثير مركبات راح تمر معنا بنعطي معها بودي جارد يحميها من الميتابولايزينج انزيم. اوكي. وفي مثال مشهور اللي هو الليفودوبا والكاربي دوبا اللي هو يستخدم في علاج الباركنسون. الناس اللي بتداوم بالصيدليه شو اسمه التجاري الليفودوبا والكاربي دوبا؟ مين بيعرف؟ ما حدا بيعرف صح؟ في حدا بتدرب بالصيدلية ولا لسه؟ دكتور والله عيد سؤالك لو سمحت. الليفودوبا والكاربيدوبا شو اسمه التجاري لمستودع أداتكو كمان؟ يلا عشان أسهلها عليكم. مين بعرف؟
سمعته بالسينمات. anyway فالليفودوبا والكاربيدوبا كمان هم مثال للسنتري دراج. الكاربيدوبا بيحمي الليفودوبا من الميتابوليزم، فهو كونسبت او طريقه بنستخدمها كثير بالميديسينال كيمستري. هسه السؤال اللي بيطرح نفسه، خليني افتح وايت بورد زي ما فتحت لشعب الاحد. في عندي كلافيلينيك اسيد وفي عندي بنسلين، اوكي. بعرف انه الكلافيلينيك اسيد بيتا لاكتاميز انهبيتر، فاذا لازم اعطيه مع البنسلين. هسه بدي اعطيك ثلاث خيارات كميديسينال كيمست امامك لتصنيع هذا الكومبينيشن، اوكي، وتحكي لي شو انسب طريقه لاني احط البنسلين مع الكلافيلينيك اسيد، اوكي. الطريقه الاولى اني احط البنسلين في حبه واحط الكلافيلينيك اسيد في حبه ثانيه، واحكي للمريض خذ حبه من البنسلين وحبه من الكلافيلينيك اسيد، وعشان ما يخربط المريض بغير لون حبه البنسلين، بحطها لون احمر مثلا، والكلافيلينيك اسيد بحط لونها اصفر، فهيك المريض ما راح ينسى. بحكي له بتاخذ حبه حمراء وحبه صفراء، هي اول خيار. الخيار الثاني اني بجيب البنسلين والكلافيلينيك اسيد بخلطهم مع بعض خلط، كيف الواحد بخلط سكر وطحين مثلا لما بنعمل كيكه، فبنخلطهم مع بعض وبكبسهم بالحبه. هذا شو الخيار الاخر. الخيار الثالث بجيب الكلافيلينيك اسيد وبربطه بكوفيلنت بوند مع البنسلين، بربطه مش بخلطه، بعمل تفاعل كيميائي، بعملهم مركب واحد وبكبسهم بالحبة. هسه السؤال اللي بدي حدا يجاوبني عليه، شو مشاكل اني اعطي البنسلين بحبة مفصولة عن حبة الكلافيلينيك اسيد، كل واحد بتابلت منفصلة؟ يا ريم دكتور، ممكن تكون الكينيتكس تبع دوايان مختلفات، يعني ممكن يصير اكسكريشن مثلا الكلافيلينيك اسيد قبل البنسلين، بالتالي هيك مش راح استفيد بالمره منه. اذا ممكن البنسلين يوصل اسرع من الكلافيلينيك اسيد، ما استفدناش هيك. طبعا وين المشكله بتكمن؟ قبل الابزوربشن. المشكله بتكمن بالديسنتجريشن وبالريليس اوف دراج. هل بضمن الديسنتجريشن للحبتين واحد والريليس واحد؟ لا. طبعا اللي يهمني انا اكثر انه الكلافيلينيك اسيد يطلع اول ويصير له امتصاص اول ويوصل للسايت اوف اكشن بشكل اسرع، مش هيك هي؟ بالضبط. اذا كمان مره، اذا this is not a good option because we have different kinetic properties and disintegration and dissolution rate between the penicillin and the clavulanic acid. So there is a possibility for penicillin to reach beta lactamase before clavulanic acid. مفهوم الشباب الجملة؟ مفهوم دكتور. اعتقادي واضحة. طيب، فإذا هذا الطريقة أو هذا الخيار شلنا على جنب ما بدنا إياه. طب شو مشاكل، أو قبل المشاكل، شو ميزة إني أخلط البنسلين والكلافيلينيك أسيد بنفس الحبة وأكبسها؟ مين بعرف؟ بوصلوا سوا. بوصلوا سوا يعني؟ لا، ما بوصلوا سوا. يعني شو الميزة؟ إنه بتكسر الحبة سوا، ما هي disintegration واحد، it's one tablet and the release will be the same. بس بتظل عندي مشكلة إيش؟ شو بتظل مشكلة؟
سامعيني شباب؟ للأسف راح صوتك أنه راح النت عندي. طيب نرجع لسؤالنا. سؤالنا كان يحكي الخيار الثاني، الخيار الثاني اللي هو إني أعطي البنسلين مع الكلافينيليك أسيد بنفس الحبة، ماشي؟ حكينا ديسنتيجريشن واحد والريليس واحد، بس هل تتوقعوا الأبزوربشن يكون واحد؟ لا. أو مين راح يصير له امتصاص أسرع؟ البنسلين. ليش؟ لأنه كلينيكلي انستابل، فراح يكون الأفينيتي لإله أقوى من الكلافينيليك أسيد. ما هو الكلافينيليك أسيد. طيب خليني أرجع لكم على الكلافينيليك أسيد عشان تعرفوا إنه انستابل زيه زي البنسلين. طلعوا اللاكتام، هذا هو الكلافينيليك أسيد. It's the same instability of penicillin. It's not a matter of دكتور ممكن انه الريسبتور بس جاهز للبنسلين مش للكلافينيليك اسيد. طيب اذا هنا انا ما بقدر احدد مين اللي راح يصير له امتصاص اول. فاذا انا خلصت من مشكله الديسنتجريشن والديسوليوشن والريليس، بس لسه في عندي مشكله الابزوربشن. الخيار الثالث اني اربطهم مع بعض، هنا شو بتكون الايجابيات؟ يلا الابزوربشن مره واحده كمان لهم، ديسنتجريشن واحد، ريليس واحد، ديسوليوشن واحد، اند ابزوربشن ات ذا سيم تايم. بتضل عندي مشكله ايش؟ طبعا صاروا كتله واحده، ركزوا معي، صاروا 1 يونت. هذا المركب it is pharmacologically inactive, it is a prodrug. مفهومه؟ it is a prodrug, it's not active in this form. فلازم ينكسر الكلافينيليك اسيد عن البنسلين. واضحه شباب؟ بعد ما ينكسروا عن بعض ساعتها بتأمل أنا إنه الكلافينيليك أسيد يوصل أسرع لموقع البكتيريا ويمنع لي البيتا لاكتاميز. أوكي دكتور، يعني شو المشاكل الثالثة؟ ما عرفت. طيب عشان هيك، طيب خلينا نحكي هذا. إذن أول خيار استثنينا it's not a good option، خصوصا كمان بدخل فيه البيشنت acceptance وتقبل المريض ياخذ حبتين مش حبه، صح؟ صح. هاي اول شغله. الخيار الثاني يعني promising بشرط انه الحظ يحالفني والكلافينيليك اسيد يصير له امتصاص اسرع من البنسلين. الخيار الثالث فيه حسنات كثيره، بس المشكله فيه ممكن تكمن بايش؟ إنه الكومبلكس اللي تكون راح يغلبني بالذائبية، يعني لما يطلع من الحبة بخاف ما يكون ذائب، لأنه ديفينيتلي الذائبية تبعته راح تكون أقل من مين؟ من البنسلين وأقل من الكلافينيليك اتسلف، فممكن أدخل بمشاكل الفيزيكو كيميكال بروبلمز. وفعلا الخيار الثاني هو اللي جرب ولحسن حظنا كلافينيليك أسيد وصل قبل الأموكسيسيلين وهو الموجود بالصيدليات، يعني حبة الأوغمنتين، الأموكلان، الكلافار، الموكسيكلاف، هاي أسماء تجارية راح تتعرفوا عليها لما تنزل على الصيدليات. كل هاي الشغلات بتكون عبارة عن ميكستشر أوف بنسلين كلافينيليك أسيد. مفهوم شباب المثال؟ راح نسأل عنها كل الشغلات اللي شرحناها قبل شوي. Okay. Do you have any question regarding this example? تمام. طيب. مثال آخر على السينرجيزم اللي هو at the level of excretion. أحياناً بعطي دواء بمنع الإكسكريشن للدواء الثاني. فشو بصير بالدواء الثاني؟
بيزيد تركيزه بالبلازما. بيزيد تركيزه بالدم، فإذا I will prolong the duration of action. وهذا فعلا اللي بيصير بين البروبنسيد والبنسلين. فالبروبنسيد راح يعيق عملية الإكسكريشن of penicillin through kidney tubules. So it will slow down the rate at which penicillin is excreted. فإذا I will increase the level of penicillin in blood. وهي هي. واضح شباب النقطة؟ واضح دكتور. أوكي. والنقطة الثانية كمان الفائدة في البروبنسيد، طبعا هاي أنا ما شرحتها في الشعب الثاني فمش راح أطلب منها، اللي هي at the level of binding with albumin. إن البروبنسيد راح ينافس البنسلين على الارتباط ببروتين الدم، فكأنه بيعمل replacement للبنسلين at the site of protein binding. طيب فهي مش مطالبين فيها. طبعا هذا الاشي بنسميه drug-drug interactions, possible drug-drug interactions. احيانا drug-drug interaction بيكون شغلة ايجابية واحيانا بتكون شغلة سلبية. اوكي طيب في حد عنده سؤال على البنسلين شباب؟ do you have any question؟ خلصنا هيك البنسلين وبنبلش بكم سلايد بس على السيفالسبور المقدمة. do you have any question؟ تمام خلينا نبلش بالسيفالوسبورين. طبعا السيفالوسبورين كمان هم من مجموعة البيتا لاكتام أنتيبيوتيك. بنلاحظ السيفالوسبورين طبعا بيفرقوا عن البنسلين انه البنسلين فيهم حلقة خماسية اللي هي الثيازوليدين رينج، بينما السيفالوسبورين شو فيهم؟ سداسية بنسميها الداي هايدروثيازين رينج. البنسلين بيختلفوا عن بعض، شو حكينا؟ بطبيعة مين؟ الأسايل R جروب. لاحظوا السيفالوسبورين بيختلفوا بإيش؟ بتو جروب. تو R جروب. جروب الأسايل وجروب مربوطة في كاربون نمبر 3. طبعا الترقيم هنا غلط، هذا ترقيم اليو اس بي. ترقيم الصح اللي هو نفس ترقيم البنسلين، ببلش من السلفر بعدين بنزل، شايفين هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا هو الترقيم الصح. فإذا الكربوكسيليك أسيد على أي كربون صفت هسه؟ على 4، بينما في البنسلين وين كانت؟ على كربون نمبر 3. الأسايل جروب على أي كربون صارت هسه؟ على كربون نمبر 7، بينما في البنسلين وين كانت؟ كربون نمبر 6. كربون نمبر 6. طيب هسه الفكره هنا، اذا هاي الفروقات المهمه بين الاستراكشر تبع البنسلين والسيفالو سبورين. هذا الاستراكشر بدون الاسايل جروب، this part is called 7 amino cephalosporanic acid. كنا نسميه في البنسلين 6 amino بنسلينيك acid. طبعا هذا مهم جدا للسيمي سينثيسيس اوف سيفالوسبورينز، فراح نذكره المحاضره الجايه. طيب بناء على الحكي اللي قاعدين بنحكيه وعلى الستراكشر، ممكن حتى نعرف الاس اي ار تبعت السيفالوسبورينز. لاحظوا اللاكتام بعدها ايش؟ موجوده موجوده. It is essential for activity. طلعوا الكربوكسيليت. It is essential for activity. And the acyl group is essential for activity. And the stereochemistry, it is essential for activity. بعدين بيجي عندي دور الجروب اللي مربوط على كربون نمبر 3، شو دورها؟ راح نحكي عنه المحاضرة الجاية. ودور الجروب المربوطة بالأسايل تقريبا نفس الدور اللي حكيناه في البنسلين. It's almost the same. يعني اذا بحط هنا electron withdrawing group شو راح يصير بالاسيد ستابيليتي؟ راح تزيد ويصير مركبي اورالي active. طب اذا كانت هاي الجروب بالكي
شو بصير مركبين؟ بيتا لاكتاميز بالضبط، بيتا لاكتاميز ستيبل. إذا كانت هاي الجروب بولر جروب، وين بصير مركبي مور أكتيف؟ الجرام نيجاتيف. على الجرام نيجاتيف. أوكي؟ هاي الجروب اللي هون كمان إلها علاقة بالسبيكترم أوف أكتيفيتي. راح نشوف إني ممكن أزيد البولاريتي من هاي الجهة وأزيد البولاريتي من هاي الجهة. اللي أهم من هيك إنه هاي الجروب راح نشوف إنها بتلعب دور مهم بالارتباط بالترانس بيبتايديز. أوكي؟ طيب آخر إشي، الفنجاي بتصنع ال السيفالوسبورين، نفس الفكرة، من السيستين ومن الفالين ومن تو كاربوكسيليت جروب. مثلا هنا في عندي الفورميت والكاربوكسيليت عشان تكون لي السيفالوسبورين. أوكي؟ وفي عندي هنا دبل بوند كمان ما كنا نشوفها بالبنسلين. طيب آخر إشي بالنسبة لمحاضرة اليوم اللي هو مقارنة بين السيفالوسبورين سي اللي هو أول مركب انفصل والبنسلين جي أو البنسلين أن. طبعا هنا المنطق بيحكي أول ما أطلع مركب جديد المفروض أقارنه مع مين؟ مع مركب سبقه. فمين المركب اللي سبق السيفالوسبورين سي؟ بنسلين جي. بنسلين جي. طلعوا أهم نقاط المقارنة اللي تمت. سيفالوسبورين سي الأكتيفيتي تبعته 1000 مرة أقل من مين؟ من البنسلين جي. هسا المنطق بيحكي لما مركب جديد يطلع أقل أكتيفيتي من مركب قديم، إنه هل أنا أكمل شغل على المركب الجديد ولا هذا المركب it will not be promising candidate drug؟ توقف المنطق يعني. بالضبط، المنطق بيحكي it will not be a promising drug candidate. خلينا نشوف النقاط الثانية اللي كمان قارنوا فيها بين السيفالوسبورين سي والبنسلين. لصالح السيفالوسبورين سي النقطة الثانية إنه صار more directed against gram negative than gram positive. إذا تحسنت الأكتيفيتي على gram negative، يعني سيفالوسبورين سي has a broad spectrum compared to بنسلين جي اللي كان mainly active وين؟ على gram positive. فهل هاي شغلة إيجابية لصالح السيفالوسبورين سي ولا لا؟ بلا. طيب النقطة الإيجابية الثانية إنه صار السيفالوسبورين سي more stable toward beta lactamase. نقطة ثالثة إنه صار فرصة الألرجي أقل. أوكي؟ نقطة رابعة إنه صار more stable toward stomach acidity. فهذول النقاط هم اللي شجعوا الناس تكمل شغل على السيفالوسبورين سي. بس عشان ايش؟ مين بعرف؟ عشان الاكتيفيتي، عشان ازيد الاكتيفيتي. اذا كل هذول الشغلات ايجابيه، بضل عندي مشكله ايش؟ الاكتيفيتي القليله. وفعلا طلع من السيفالوسبورين سي بموديفيكيشن على الأسايل، بموديفيكيشن على this group، طلع عندي tens of cephalosporins بتدرجوا من first generation لsecond generation third and fourth and fifth and even sixth generation cephalosporin. راح تمر معنا خلال شرحنا بالمحاضرات القادمة. أوكي؟ في أي سؤال شباب على المقدمة تبعت cephalosporin؟ في أي سؤال؟ أنا بدي أوقف هنا، مش راح أكمل على باقي المحاضرة. You have any question شباب؟ واضح دكتور. طيب المحاضرة الجاية طبعاً إحنا راح نبلش نحكي عن السينثيسيس، نبلش نحكي عن الديريفاتيفز من السيفالوسبورين، بداية بالفيرست جينيريشن اللي هم مينلي أكتف على الجرام بوزيتيف أكثر منها من الجرام نيجاتيف. هذا إيش راح نحكي عنه إن شاء الله المحاضرة الجاية. إذا ما في عندكم أي سؤال هيك أعطيكم العافية.
وبنوقف محاضرتنا هذا السلايد.